ايه بس فين الشباب الحلو؟ ما انا بغبط. انا مالي بدبل. حط ميوت يا المهرج يا المهرج، حط ميوت. لا اكفى يا هذا يخوف. وش ذا؟ احمد احمد احمد، عادي تعطيني اتكلم عن؟ ابى اجيب لك اثنين على طول ذبحين قدامي. وجهت اتهام مباشر على رايد ومعلو. تم رايد ومعلو. يلا رايد ومعلو، عندكم الدفاعات يعني اتهام مباشر. يلا يلا اتهام مباشر يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخوان. قدام عيني رختر ذابح. دقيقه انا بسولف انا بسولف معلو معلو، انت ذبحت ولا لا؟ لا لا كذاب بنت خويي. يا كذاب اطلع اطلع يا بارد الوجه. الحين انا اذبح، لما تذبح الثاني عن ام القهر. كالعاده يا جماعه الخير، حابين نكرر وننبه الى الان المركز الاول لافشل امبوستر في العالم استاذ معلوم. ما ادري زلمه ولا انا ما احتسب فيك ولا اكنحوا. شو اكنحوا؟ انت روح من جهي وانا اروح من جهي، وطفي النور يا معلم، طفي النور يا معلم. اول واحد بيجي مين؟ على طول كذا رايد تسوي ريبورت على طول؟ ليش؟ وشو؟ جثة. طيب يا اخي مو اي جثة تسوي ريبورت على طول، امشي شوي شوف من قدامك من وراك. يا ابوي امشي شوي بيشوفوني يقول انه رايد مره من عنده، وانت اول واحد اخفت قبالي. لا لا عادي عادي، تقدر تبرر انك انت كنت تبي تتاكد. عموما انا ضامنك وان ضامني صح؟ نعم. وين ما كنتكم يا اخوان؟ سكبت انا سكبت. طالع من الالكتريك يا معلو؟ داخلها من وين؟ لا طالع من الالكتريك ورايح. داخلها من وين؟ داخلها من وين؟ انا دقيقه دقيقه يا عيال، ممكن اخلص معاه بس عشان تتكلم كيتا. دخل من الاستريج، كنت طالع من الادمن ودخل لك. طيب اللي بالكامات مين؟ انا وبراء. طيب اثنين في الكامات. رامي اذا ما قلت لي مين القاتل بصوت عليك، لان الجثه قدام الكاميرات. انا اخر شيء دخل قبل ما تصوتوا على الجثه بثانيتين دخلت الكاميرات. طيب كيتا وين مكانك؟ لا 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 دقيقه 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 اصبر دقيقه اصبر يا ابو بارا. انا كنت كان باب الالكتريك مقفل، حلو، كان معلو داخل مقفل عليه الباب. جانا رامي من جهه ستورج، تو تعدينا من جهه الالكتريك وعلى طول صار ريبورت. فما توقع نصور. اوكي يعني رامي يعني رامي السكيورتي فهي رامي. عموما نسست على رامي امانه، بس نلعب اسطول. بس انا ترى شوف بقول لك شيء. يا ويلي يا ما شاء الله انا ما اقرب توقع. يا ويلي يا ويلي تكفاني يا الله يا الله، وش اسوي بعد هذا يا ربي؟ ناصر يخلص هنا يعني، لو اطفي النور يمديني 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 يمديني، لو اطفي النور يمدي صح؟ زي كذا مثلا اطفي ام النور تقول اطلب شاي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا الله. طيب بس بتكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. ما راح اقول لكم الجد. اول شيء مكانك يا رامي؟ ما جاي من جهة الشيلد راح يلفك. اوكي تشيتا سادمن. ولا ما يحتاج اسأل، انا اوجه التهم مباشر على رايد لانه ذابح ودخل بالبنت قدامي. الو دقيقة دقيقة، شلون ذبحت؟ شلون ذبحت؟ وين دقيقة وين ذبح؟ وين ذبح؟ طيب وين جثة؟ علمنا قدامكم الجثة بالسكيورتي. دقيقة ناصر، انت عندي ناصر صح؟ وين عندك؟ لا انا شفتك طالع من الالكتريك، فشكلك ذبحته وجيت من الالكتريك. ناصر تكفى يا ناصر، انا معاك. انت تقصر شعرك دقيقة. ناصر انت تقصر يسار صح ولا لا؟ ناصر ايوه تحت، انا شفتك طالع من الالكتريك يا ابو رايد. يا ويلي يا القهر يا عيال. لا يا دقيقة دقيقة، طيب دقيقة رختر انت متأكد ولا متأكد ولا لا؟ لا لا اي متأكد. طيب ممكن يا عيال دقيقه دقيقه رختك قاعد يصدم الجدران. طلعوا طلعوا رايد بقول كلام بقول كلام مهم. دقيقه دقيقه انا داخل الالكتريكال. اوكي دخلت الالكتريكال طفت اللمبات. رختر جاني من عند الفنت حقت الالكتريكال. لا مو تو جاي منها، انا ما شفته يطلع منها. انا انه لي الله لا خوف علي، اللهم لك الحمد. انا ما سويت مساء بس سويت يا رايد. لو ما طلع رايد ما لو ما طلع رايد ليش؟ دقيقه دقيقه، هل انا اخوف اكثر من رختر؟
نم القهره يا طلع طلع رخت ما زين الكهرباء يا عيال ما زين صوتوا دامكم صوتوا رامي ثواني رامي ثواني رايد انا ايش قاعد اقول الراوند الاول انا ضامن رايد تدري قبل ما تذبحني ايش قاعد اقول تدري ليش انا صدعت لاني انا طفيت النور وعكست ما رحت الكهرباء انت قبضت اللي قلت لازم اذبح فهمت خفت خوف والله قبل لا تذبحني اقسم بالله قاعد قبضتني صح انا ولا احد اللي يقول ان انا بسفر عليه كذاب انا قبلك كذاب رومكس قال ما يشوف طاقه ريدكس بري ريدكس بري اسمع صوت الشخبط في الطاقه اما صوت علي اي والله انا ما سمعتها اما كويس والله ان حل رايد رايد وقفت مشتغل الرياكتر ايش افهم من كلامك يعني بوقف جنبك يا احمد واضغط استهبل الله حمزاوي حمزاوي يسوي حركات مجانين حمزه ورامي صدق لا توقع لاني شفتهم مع بعض حمزاوي يسوي حركات مجانين حمزاوي يسوي حركات مجانين قاعد صدم يصدم يدور 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 لا انا ما بطاقه يا رامي 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 يا حمزه 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 قول لك مع رامي نعم مجنون يا الصدى حمزه ركز معي قبل لا تقنعني قبل لا تقنعني بنزل السماعه واقنعني ها يلا بنزل السماعه ما اسمع يلا 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 طيب طيب اسمع قول له منبه ركز معي هذا مو بمبوستر اللي ذبح ما ذبح ترى لكن كذا هو بمبوستر الثاني فهمت عندي نظره ثاقبه صوت بسرعه يلا يلا صوت يلا انا بجيك انت وينك؟ تعال سوي سبيس ايه برا تعال سوي سبيس رد وجهك انت سوي يلا يا بارد الوجه يلعن شكلك يا ابو نظاره مره نظارتك صغيره يا سطيف عن ام القهر تعالوا قبلني يا ابو ريحه احمد يا عيال ما نسمع سمعتوني صح؟ سمعتوني؟ ياب ياب انا سمعت طيب احمد ما اوكي بسم الله يا قهر رب الكعبه والله قهرني يا ابو ريحه صبر صبر دقيقه ابو برا لو ثواني احمد انا الامبوستر باي صفه طيب. في الحياه هذه قلت انا امبوستر وانا كنت قاعد اسوي كل المهام طيب مجددا من وين يا والله ما اجيتك من مدبي انا ورومكس دخلنا مع بعض ترى شفنا بعض داخلين من وين مع بعض داخلين من وين مع بعض يا رجال شايفك من لازق فيك مره يا رومكس شايفك قلت من هنا من هنا ما صوت على ابو برا يا عيال لا تصوت علي حلو يلا الحمد لله بعدها اذا ما طلع هو بصلح الكهرباء طلع رومكس الحمد لله لا ليه يا ابو شايف القم القم مره لعبت اصول القم القم وين هاي شو اسمه افتح لكم على شو اسمه على تشوفوا احمد عندي الو تسمعوني شباب اللي جنبي في احد جنبي تكفون رايد رايد ها رايد الله يستر منك عزك مو بنا مو بنا مو بنا طيب رايد نجيب العيد ما عليك يلا يلا الان عيال كان ايش شايف يا عيال لا لا هذا استهبال حلو كم واحد مات ثلاثه كلز بعطي ثلاثه طيب طيب انا بصوت على ريدكس لان ايوه ايوه انا مثلك ريدكس قاعد تكلم يا عيال تكلم 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 انت مباشر هذا وش فيك وش بتقول ايوه يلا طيب سؤال خذ هذه مني صوت رايد على ريدكس من قويك طيب خلاص انت وش الجيم السريع قويك مين بسرعه مستوى حي الامبوستر ريدك صوت طيب ريدك اخلص برر طيب قبل اصوت خلاص يا وش تبرر صوت وعليك القم القم هذه ها وعليك انت الفرده اها خويك مين يا شكل احمد يا شكل احمد شكل احمد وش هو الامبوستر لا لا انت اللي انت خلني الرياكتر ابى العن خيرك اضغط سبيس احمد يلا شباب اركبوا يلا حبايب قلبي بسم الله عليك تعالوا الله يعزك يا بلال العز شرب البار
يا فن العزيز يا عيال ايش ذا الجيم السري يا ساتر سبك وهطف يا 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 ما صرت الا مهمله انا حظي الخايس الله يا حظي خايس يا عيال افك افك معي ويلي القهر اي واحد طارف يما السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. سؤالي يا عيال مرة سهل وواضح. يوم كنا في الإلكتريك من كان معنا؟ أنا ومعلو والسكس بي من بعد؟ وأنا الزبدة. يوم أول ما طلعنا من عند الباب نفتح الباب كان فينهم قاعد قدام حلو جاي من اليسار وجثة بالسكيورتي وكلنا تقريبا كلنا داخل فبس هذا اللي قلته والباقي تكلموا يعني وش يعني يعني بينهم جاينا من اليسار وساكر مسكر الابواب علينا داخل معنا والجثة على اليسار عند السكيورتي لحظة انا ما راح اكون لحظة انا بقول لك شيء لو انا كنت بوستر ما راح اوصل لهالغباء اني راح اقفل عليكم باب الكهرب وانا مبند يعني لو اني انا بنت الكهرب واقفل عليكم باب الكهرب ادري انكم راح تروحون الكهرب راح اروح اطلع مكان ثاني انا راح اكون مش موجود ما راح اوصل لهالغباء يا جزي حلو ما راح اوصل لهالغباء الحين عندي لك سؤال انت متى وصل الكهرب انا من اخر واحد تقريبا من اليمين جاي اخر واحد جاي من اليمين زين طيب شوف انا كنت في دخلت انا لحظه انا كنت في الكهرب مع شونغ طلعت من عنده طفى الكهرب شونغ ظل داخل شو اسمه رايد كان في اللور انجن راح عند الكهرب دميت انا في اللور انجن سويت الكبسوله لفيتها رديت صوبكم باب مقفل بس هاي عندي سؤال لك يوم انت توقف في السكيورتي مو سكيورتي الالكتريك واقف على التاسك انا تركت طلعت برا طيب يا عيال صوت على مين نلعب امونجس انا بصوت على رايد هاي شباب انبوش على حد لا انا بس سالت بكسس على رايد انا هو الوحيد اللي كان من جهه اليسار يا احمد يا زاحف الو انت صادق بينهم يا قاتل تكفى اذبح بينهم تكفى اوف اقتلك يا بينهم اوف اقتلك لاتهامي لماذا تقبضني اوف اقتلك قتل بسم الله اين انت يا بينوم بينومي 3 2 1 وينك من وين؟ تعال ما يمشي الظلمة الأتمى يا بينو يا رختون المرموني أحمد عاد أخذ منك المايك ثانيتين بس عندك أنا ما أفتح فمي دعوة زين معلو وين كنت معلو؟ نافيجيشن انا وش اسمه جزء كنا بالنافيجيشن والاوتو يا حبيبي انا بالحاله في النافيجيشن يا حبيبي يا ابوي ما في لحظه عاد اقول شيء انا توني الحين داخل النافيجيشن شفت البنت ينفتح ومعلو الوحيد اللي اعترف انه هو في النافيجيشن طب اسمع طب اقول لك شيء لو انا امبوستر ما راح اكون حمار لهالدرجه واقول انا في النافيجيشن واني داخل مع البنت نفس الغبيه استعمال كلمات يا حبيبي انت ما انتبهت علي ان انا وصلت انا شفت البنت يفتح ايش فيك طيب لا شايفكم توصل وعرضوا رجال التصويت طيب يا عيال اخلصوا صوت على مين يا حبيبي مو لهالدرجه انا عمي ما تشوف البنت يعني طيب دقيقه فينهم اتهام مباشر اي اتهام مباشر خلاص يلا معلو اذا ما طلع معلو صوت على شو اسمه انت قلت ان انت وند الثاني اجمع ها خوي اعطيه مجال شويه يا شباب رامي اللي معي رام مو برامي رايد بس بعطيه مجال شويه اعطيه مجال انا بذبحك الحين يا برد الوجه رايد بطلع اللحميه صدقني مو بنا انا اعرف منه الحين بيجيكم اتصال خلي اتصالك حقك حبيبي لا اتصالي وشو اتصالي ايش اتصالي ظلمه الاتماء يلا بس روح يلا لا تا
تكفى ما تسويها ما تسويها يا عيال. انا قاعد في بالسكيورتي ومشغل الكامات يا رابح قدام هذا هذا يضحك ولا يتمضمض يا عيال يتمضمض ذا طلعوا 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 زي الزلمه هذا طلع يطلع هلا غزلة رامي صوت على مين؟ على رايد ريدك صوت على مين؟ رامي ولا انا ما شبريه والله الكل عين عليك طويل والله قاطع من اول مره ممكن اخذ سكينه شاورما بس انا